تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة في الحدث. إن المرأة لم تخلق لتهزم، لتضعف ولا لتحزن، إنما وجدت لتنهض، لتقاوم، لتزهر، كما لو أنها لم تذبل يوما. ونبدأ حلقتنا من الشمال السوري. يعيش مهجرو عفرين القاطنون في منازل شبه مدمرة وفي المخيمات بريف حلب الشمالي، حالة مأساوية صعبة وظروفا معيشية قاسية للغاية، خاصة مع أجواء الشتاء البارد وغياب دور المنظمات الإغاثية وسط قلة الإمكانيات والموارد المتاحة لدى الإدارة الذاتية. لنشاهد. شتاء كارثي يعاني منه مهجر عفرين القاطنون في منازل شبه مدمرة بريف حلب الشمالي نتيجة ظروف معيشية صعبة وسط موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة. وما زاد من صعوبة الأوضاع غياب شبه تام لدور المنظمات الإغاثية وقلة إمكانات الإدارة الذاتية. وتفتقر المنازل التي لجأ إليها قسم من مهاجري منطقة عفرين موزعة على 42 قرية بريف حلب الشمالي للنوافذ والأبواب وشبكات الصرف الصحي، ما يجعلها عرضة لتسرب الرياح الباردة. الشتاء بارد هنا، هناك صعوبات، الأطفال صغار ولا يوجد عمل، وزعوا علينا المازوت لكنها لا تكفي. في عفرين كنا في بيوتنا ولم نشعر بالبرد، هنا المنزل كبير وفيه فتحات بالجدار، نشغل المدافئ إلا أن الجو يبقى باردا، يتسرب الهواء والمياه إلى المنزل. لا يوجد أبواب ولا نوافذ، غطينا الأبواب والنوافذ بالبطانيات، خرجنا لنتدفأ على أشعة الشمس، الجو في الخارج بارد أيضا. الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تعيشها أسر عفرين في تلك البيوت شبه المدمرة لا تختلف عن أوضاع العوائل القاطنة في المخيمات، إذ تعجز الكلمات عن وصف أوضاعهم البائسة ولا تستطيع كاميرا التصوير إيصال مدى المعاناة هناك. ترون وضعنا المزري، لا نقطن في المخيمة لا يتوفر شيء من المازوت ولا يوجد حمام في المنزل، لا يتوفر شيء في هذا الجو البارد. أقوم بتسخين الماء لحمام الأطفال، سأقوم باستحمام أطفالي وأقوم بطانية. هذا ليس حال إدارة المخيمات بريف حلب الشمالي قامت منذ بداية فصل الشتاء إلى الآن بتوزيع 300 لتر من مادة مازوت على كل عائلة في المنازل شبه المدمرة، في حين لم يحدد لقاطني المخيمات نسبة معينة من المازوت كون ظروف الحياة هناك أصعب. وتسبب عدوان تركيا وفصائلها الإرهابية على منطقة عفرين في 20 من كانون الثاني يناير عام 2018 بتهجير أكثر من 300 ألف شخص من المنطقة وفقا لإحصائيات منظمة حقوق الإنسان في عفرين. أقيم في مدينة منبج بالشمال السورية مهرجان فن وأدب المرأة الثاني بمشاركة العديد من نساء المنطقة وحضور أعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية هناك، تأكيدا على أهمية دور المرأة في نشر الثقافة بين المجتمعات. لنشاهد. تحت شعار فن وثقافة المرأة يعبران عن حضارتها، انطلقت فعاليات مهرجان فن وأدب المرأة الثاني في مدينة منبج وريفها بحضور المئات من نساء المنطقة إلى جانب عضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية هناك. فعاليات المهرجان بدأت بوقوف الحضور دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة افتتاحية باسم لجنة الثقافة والفن، ركزت على ضرورة التفكير بالدعائم الثقافية والفكرية واللغوية والاقتصادية والسياسية من خلال اقتناء الكتب والاهتمام ببيوت العلم وثقافة الشعوب.
يعقد اليوم مهرجان المرأة الثاني في مدينة منبج وريفها وتحت شعار فن وثقافة المرأة يعبران عن حضارتها، حيث أن الحضارة ابتدأت من المرأة، والمرأة هي من أوجد الفن والثقافة، وما زالت المرأة في مدينة منبج ملتزمة بعاداتها وتقاليدها الأصلية، وهي التي تعبر عن تراثها وحضارتها. ومن خلال هذه المهرجانات نريد إرجاع المرأة إلى أصولها الحقيقية وتاريخها الحقيقي في الثقافة والفن. ونحن كمجلس مرأة نعتز ونفتخر بعقد هذه المهرجانات التي تعبر عن ثقافتنا وحضارتنا ومعتقداتنا التي ما زلنا ملتزمين بها إلى وقتنا الحالي. مهرجان فن وأدب المرأة رسم باجتماع أعضائه ومشاركة حضوره لوحة لمكونات المنطقة باختلاف ألوانها وأشكالها وإبداع نسائها في الأحاسيس والأفكار التراثية باعتبار المرأة جزءاً أساسياً من هذا التراث. تزامنا مع احتفالاتنا بأعياد المرأة قررنا إقامة مهرجان المرأة الثاني في مدينة منبج احتفالا بأعياد المرأة، وقمنا المهرجان بمدينة منبج ودعوة المقاطعات القريبة من مدينة منبج كالرقة والطبقة وكوباني ومدينة صرين. برنامجنا يعتمد على فعاليات مختلفة، كل شيء يخص المرأة من أدب وفن، ويرافق المهرجان معرض للوحات والرسم الخاص بالمرأة، وأيضا الأشغال اليدوية التي عملتها المرأة بأيديها. المرأة في وقتنا الحاضر أظهرت دورا كبيرا في نشر الثقافة والنضال، خاصة في ميدان الفكر والمساهمة في مضمار العلم والمجتمعات. برعاية لجنة الثقافة والفن تقيم لجنة الثقافة والفن المهرجان الثاني للمرأة في مدينة منبج. هذا المهرجان اللي يعبر عن حضارات كل المكونات الموجودة في منبج، طبعا يضم لوحة فسيفساء جميلة من كل المكونات من كل والأطياف الموجودة في مدينة منبج. طبعا هذا المهرجان أظهرت المرأة فيه كل حضاراتها وثقافاتها اللي كانت على مر التاريخ القديم، واللي هو أثمن شيء أو هو القيمة الثمينة للمرأة ووجودها ضمن هذا المجتمع. طبعا هذا الاحتفال أو المهرجان ضم أكثر من فعالية كشعرية، مسرحية، غنائية، فرق كانت من باقي المناطق مثل الطبقة والرقة. طبعا ضم الشريحة الكبيرة من أغلب نساء مكونات منبج. طبعا هذا المهرجان جاء وقته بالتزامن مع 8 آذار يوم المرأة العالمي، اللي مدينة منبج كعادتها بكل عام راح تحتفل فيه، وراح تحتفل بانتصارات وإنجازات المرأة على كل الأصعدة وكل الميادين، إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ومدى دور المرأة البارز والكبير اللي حققته بعد 4 أعوام أو 3 أعوام من التحرير من براثن الإرهاب اللي هو داعش. وتضمن المهرجان تقديم عروض فنية منوعة بما في ذلك الأغاني التراثية الشعبية، بالإضافة لمشاركة فرقة الرقة للفلكلور الشعبي، مختتما فعاليات يومه الأول بتقديم طقوس الحنة والعرس التركماني على أن يستمر ليومين آخرين. ما زال موضوع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار موضوعا جدليا، إذ يعد من أحد أهم المطالب التي تطالب بها النساء العراقيات منذ عقود طويلة، إلى جانب العديد من المشاكل التي تواجهها وتعيق مشاركتها الفعلية في العملية السياسية. المزيد في تقرير مراسلتنا إيناس فيصل من بغداد، لنتابع. لو نظرنا ولو قليلا للمشهد السياسي النسوي يمكننا ملاحظة أن ثمة تغيب شبه تام للمرأة العراقية في تسنمها للمناصب العليا داخل الدولة، على عكس نظيرها الرجل الذي يعد مشاركا فعالا في العملية السياسية، إذ لم توجد لغاية اليوم أي امرأة تشغل منصبا لإحدى رئاسات الثلاث في عموم العراق، على الرغم من تمتعها بقدرات وإمكانيات هائلة قد يكون البعض بغنى عنها. أصبح الفشل ينعكس على المرأة العراقية، مع العلم المرأة العراقية مثقفة، صبورة،
لديها تحملت الكثير، ربت أجيال نتيجة الحروب. نحن مررنا بالحروب من عام 1980 ولحد الآن أثبتت المرأة الجدارة، ولكن للأسف سياسيا لم تثبت جدارة بسبب الضغوطات عليها. بعد عامي 2003 التزم العراق دستوريا باتباعه نظام الكوتا النسائي في البرلمان، إذ حدد الدستور نسبة 25%، فكانت هذه المرة الأولى التي تدخل فيها المرأة إلى المحفل السياسي. لكن هذه النسبة لا تستثمر من قدراتها شيء، فإن حصة الربع لا تعادل ولا تكافى عدد النساء في البلاد. المرأة العراقية ما تقل جدارة أو وجود أو حضور أو ثقافة أبداً عن الرجل، لكن مخلفات الجاهلية اللي كانوا يعتقدون بأنه المرأة لا شيء، بدليل شي يقول له والله حرمتي تكرم حرمتي ليش؟ بالعكس هسه نشوف الدول الأجنبية والدول المثقفة يعني المتطورة دي تنطي مجال للمرأة بأن تحتل مكانة بالسياسة، بالعكس تثبت المرأة بكياستها بدبلوماسيتها تقدر الصعب تسوي سهل. يأتي هذا الأمر بسبب طبيعة المجتمع العشائري في موارثه الاجتماعية التي جعلت المرأة أقل شجاعة من الرجل، فأصبح يقيدها من الحصول على المناصب التي يتمتع بها الرجل، ناهيك عن ارتفاع وتيرة العنف في الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد والتدهور الأمني التي يضعف من مشاركتها في العملية السياسية. احنا المرأة العراقية دائما هي كلها عطاء وكلها يعني تحب أن تشارك وتحب، لكن أكو الأسباب اللي تمنعها هي عاداتنا وتقاليدنا، المجتمع كذلك هالشكل يعني ما يرحمنا أن تطلب أو تساعد بالسياسة أو شيء. يتطلب مشاركة المرأة العراقية في مراكز صنع القرار إسوة بقارينها الرجل، لأنها تعتبر جزءا مكملا لعملية بناء المجتمع، فهي تساهم في تقدمه وصعود به إلى مصاف الدول المتقدمة التي كان لدور المرأة فيها كبيرا جدا. وخير مثال إنجيلا ميركل التي دفعت ألمانيا للتصدر قوائم الاقتصاد العالمية. من بغداد إيناس فيصل، اليوم. باقة من الأخبار الاجتماعية والفنية والرياضية بعد الفاصل. بعد 6 أسابيع فقط من انطلاق الاحتجاجات الشعبية اللبنانية في أواخر العام الماضي، شرع بعض المحتجين والناشطين الاجتماعيين في توثيق الأحداث للتاريخ وتمجيد ثورتهم عبر صحيفة شهرية بعنوان 17 من تشرين. المزيد في سياق تقريرنا التالي. صحيفة شهرية مجانية أسسها عدد من الصحفيين والناشطين اجتماعيا في لبنان لتمجيد الثورة وتوثيق أهم الأحداث للتاريخ، حملت عنوان 17 من تشرين تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. الصحيفة نابعة من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مختلف المناطق اللبنانية، والقائمين على الصحيفة أرادوا أن تكون لساحات تظاهر منابر تغطي الأحداث ومساحة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومطالب المتظاهرين. الجريدة هي فعلياً مساحة لحتى العالم تعبر عن رأيها، تطرح أفكار جديدة، تتعلم من خبرات غيرها، وحتى تعمل شوية نقد بناء لحالها وللأشخاص اللي معها بالثورة. وقع هذه التجربة في أوساط المتظاهرين كان لافتاً وإيجابياً، حيث توالت طلبات الحصول على المزيد منها، ما دفع الناشرين لطبع نسخ إضافية لإيصالها إلى أكبر عدد من اللبنانيين. ما
نحن عم نوزعها بالساحات وعم نوزعها كمان بالشوارع. ليش بالشوارع؟ لأنه الساحات معروف من فيها الناس يلي عم تنزل طالب بحقها، بينما مثل توزيعها بالأسواق الشعبية عم يكون موجود فيها ناس يمكن بعضهم مش مستعدين إنه ينزلوا يشاركوا. ومؤسسو الصحيفة وكتابها ومصمموها هم من يغطون تكلفة الطباعة وغيرها من النفقات من حملة تمويل جماعي أطلقوها من مساهمات القراء الداعمين لقضيتهم. ومنذ 17 من تشرين الأول الماضي يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. بصب سياسة التفقير تبع العالم، كنا ناصر زيتون على الحجر. بعد تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش الإرهابي، ظهرت من بين الرفات مواهب فذة لتنفض الغبار عن المدينة. منة الله طفلة عادت لممارسة هوايتها الغنائية وأحياء تراثها الشعبي بعد أن حرمت منها في ظل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينتها. المزيد في سياق التقرير التالي. في مدينة حرمت من الربيع عادت لتلون حياة سكانها بألوان الطيف لتزيح ظلام الغراب بالسود عن رأسها وتشرق الشمس من جديد. بنضال النسوة تحررت مدينة الرقة السورية من إرهاب داعش، وها هن اليوم يناشن تراثهن الرقي الذي كاد أن يندثر. منة الله طعمة هي أحدى هذه الفتيات التي لم يحرمها عودها الطري أن تضع يدها مع أيديهن لإعادة تذكير العالم بتراثهن العريق. اخترت هذه الأغاني الشعبية لأنه هذا تراث بلدنا وأنا حبيت أني أتدرب عليه وأرجع أحييه، وهي الموهبة عند أبوي يعني، فحبيت أني أخذها وأطورها من أبوي وأتعلمها. في اقتراب الثامن من آذار يتأهبنا لقدوم يوم المرأة العالمي ليزهرن في ربيع جديد يرفعن صوتهن بأهازيج وخطوات فولكلورية. عم نتدرب على الدبكات الشعبية أو الأغاني على الأغاني التراثية استعدادا للربيع لعيد المرأة العالمي. نتدرب على دبكاتنا الشعبية فرحا بعيد المرأة وبالربيع القادم. نشأت وترعرعت هذه الطفلة على صدى صوت أبيها الذي زرع في قلبها هذه الأنغام التراثية كزهرة ترويها بجهودها لتثمر فتاة حالمة طموحة لإكمال مسيرتها التعليمية للوصول إلى حلمها. بلشت غناء من صغيرة وكان مشجع لأغاني والدي، أحب اللون الشعبي من صغيرة، فالأكثر شيء أتقنه بالغناء وأحبه يعني اللون هذا التراث القديم. وحاليا صف ثامن، أدرس صف ثامن، طموحي أني أكون محامية بالمستقبل. وفي سياق متصل أن مدينة الرقة تحررت من داعش الإرهابي على أيدي النسوة الرقويات اللواتي وقفن صفا متراصا دون كلل ليتابعن تعبيد الطريق للشابات الناشئات. وجدت جدة ألمانية معاقة حلا مبتكرا للتغلب على الصعاب التي كانت تواجهها لدخول بعض المتاجر والمقاهي بكرسيها المتحرك، حيث قامت بصناعة ممرات مائلة من قطع الليجو لتسهيل تنقلاتها. لنشاهد. حل ينطوي على الكثير من المتعة والقليل من التكنولوجيا وجدته هذه الجدة الألمانية المعاقة للتغلب على الصعاب التي كانت تواجهها لدخول بعض المتاجر والمقاهي بكرسيها المتحرك ممرات مائلة من قطع الليجو. الجدة ريتا إيبيل التي تبلغ من العمر 62 عاما تستخدم الكرسي المتحرك منذ تعرضها لحادث سيارة قبل 25 عاما. وتقول إيبيل وهي من بلدة هاناو الألمانية إن الأمر بالنسبة لها ليس إلا محاولة لتوعية العالم قليلا بشأن التنقل دون عوائق، مشيرة إلى أن يمكن لأي أحد أن يجد نفسه فجأة في كرسي متحرك مثل ما حدث معها.
وبمساعدة زوجها تقضي إيبيل غالبا ما يتراوح بين ساعتين أو 3 ساعات يوميا في صنع الممرات المائلة التي تكون بالطلب من المئات من قطع الليجو البلاستيكية الصغيرة التي تقوم بلصقها باستخدام ما يصل إلى 8 أنابيب من الصمغ. وتقول إيبيل أن ألوان قطع الليجو الزاهية تكون ملفتة للنظر في وسط البلدة سواء كان المرأة أطفالا أو بالغين. وتحمست بعض المتاجر المحلية للفكرة ومنها صالون لتصفيف الشعر، حيث قالت صاحبته التي حصلت على ممر مائل أنها فكرة رائعة وأن كل من يمر بالمكان يكون سعيدا بالممرات المائلة لأنه سيتمكن من الدخول دون أي مشاكل. وتقول إيبيل التي تعتمد في عملها على التبرعات أن التحدي الأكبر الذي تواجهه هو الحصول على قطع الليجو لأن العديد من الأسر لا تطيق فكرة التفريط فيها. وتلقى ممرات إيبيل رواجا خارج ألمانيا أيضا، حيث أرسلت الجدة الألمانية تعليمات بناء الممرات المائلة إلى النمسا وسويسرا، كما أبدت مدرسة في الولايات المتحدة اهتماما بالفكرة، وتواصلت الجدة الألمانية أيضا مع جمعية سياحية في إسبانيا وجدت في تلك الممرات المائلة ضالتها للترويج لرحلات بدون عوائق. وإلى خبرنا الرياضي لهذه الحلقة، حيث حافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات في العالم والذي شهد العديد من التغيرات بالمراكز 10 الأولى. المزيد في التقرير التالي. واصلت النجمة الأسترالية أشلي بارتي تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في آخر تصنيف صدر عن الاتحاد الدولي للعبة والذي شهد تغيرات عديدة في المراكز 10 الأولى، فيما عززت الرومانية سيمونا هاليب مركزها الثاني بعد تتويجها ببطولة دبي المفتوحة على حساب الكازاخية إلينا ريباكينا في المباراة النهائية للبطولة. ولم يعرف المركز الثالث أي تغيير في ظل تواجد التشيكية كارولينا بليسكوفا والتي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دبي المفتوحة قبل أن تخرج من الدور ذاته على يد الكازاخية إلينا ريباكينا، وتقدمت الكندية بيانكا أندريسكو مرتبة واحدة لتتواجد في المرتبة 4 عالميا، كما تقدمت الأمريكية صوفيا كينين مركزين لتصبح في المرتبة 5. كما ارتقت الهولندية كيكي بيرتنس مركزين لتحل في المركز 6 متقدمة على الأوكرانية إلينا سفيتولينا صاحبة المركز 7، وقفزت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز مرتبة واحدة لتحتل التصنيف 8، فيما جاءت السويسرية بيلاندا بينشيتش في المركز 9، أما اليابانية ناومي أوساكا فحلت في المرتبة 10 لتبقى بين 10 الأوائل. هذا وحققت النجمة التونسية أنس جابر قفزة جديدة في التصنيف الجديد بصعودها درجة واحدة على سلم التصنيف لتصبح في المرتبة 44 عالميا لتحتل أفضل تصنيف لها على مدار مسيرتها الاحترافية. وإلى فقرة اللقاء لهذا اليوم بعد هذا الفصل. في لقاء خاص مع قناتنا
سلطت القاضية في نيابة مدينة منبج دلوفان خوجة الضوء على المعاناة والعنف الذي تتعرض له النساء وبشكل خاص القاصرات منهن نتيجة العادات والتقاليد البالية المنتشرة في المجتمع، مشيرة إلى أنها تسعى لتحريرها من القيود المفروضة عليها من خلال توعيتها وتفعيل دورها على كافة الصعد. لنتابع. أغلب اللي بيجونا يكونوا قصر بالعمر، ما بيعرفوا المسؤولية، ما عندهم مسؤولية، ما بيعرفوا بأمور الأسرة، البيت، الأولاد، فبيكونوا الأهل زواجوها بعمر 15-14 قاصر ما بتعرف شيء. فنتيجة تهميشة وتطبيق العادات والتقاليد عليها وبحسب تحريفهم للقرآن الكريم حرفوه مثل ما هن بدهم، مثل ما مفهومهم بدهم. المرأة بالقرآن الكريم نحن عنا إياها مقدسة، فالعقلية الذكورية همشت هذا الشيء وقمعتها. فنحن خلال عملنا بهالفترة هاي صلنا تقريبا 4 سنين بمجال العدالة، حاولنا نخلص المرأة من القيود اللي هي فيها عن طريق التوعية والدورات وتعاون مجلس المرأة مع مجلس المرأة مع مجلس العدالة وتطبيق قانون المرأة اللي عم بيحاول يحد من العقلية الذكورية، عم نعطي دور للمرأة، عم نفعل دور المرأة بالمؤسسات، بالميراث، بحقها بالحضانة، بشكل عام عم نحاول نفعل دورها. يعني اليوم عنا أغلب الموجودين بالمؤسسات هو من العنصر النسائي، فكان شوي عنا القانون بالفترة المسبقة قبل ما كان مطبق بالشكل الأساسي، لكن نتيجة التوعية اللي صارت عند المرأة فقررنا خلال هالسنة مخطط عملنا كانت هي تطبيق قانون المرأة، منه هو عدم تعدد الزوجات، كون المرأة عم بتعاني من هذا الشيء، تعدد الزوجات عم بيفكك بين الأسرة، في أولاد عم يتشردوا، فأخذنا هذا القرار ومن ضمنهم هو منع الزواج القاصر، كونه أكثر الدعوة اللي عم تجينا هي الطلاق، هي تكون قاصر بالعمر، ما بتعرف عن أمور الأسرة والبيت والأولاد، تربية، كل شيء ما على عاتقها في مسؤولية وهي ما بتعرف هذا الشيء. هي اليوم كونها قاصر بدها مدرسة، بدها تتعلم، فالأهل بيمنعوها عن المدرسة وعن التعليم، بيروحوا يزوجوها خوفا من العادات ومن التقاليد اللي نحن أساسا كنا متربين عليها، بالإضافة إلى منع زواج الفتاة دون رضاها، إذا البنت ما كانت موافقة على الزواج يعاقب الولي الأمر كونه زوجها وهي رافضة الأمر هذا. مقال حلقتنا للكاتبة المصرية رابعة الختامة، تفاصيلها بعد الفاصل القصير. قالت الكاتبة المصرية رابعة الختام أن الصمت فضيلة وبلاغة تخفى عمن لا يملكون هوايات تفوق ثرثرة متعة وقيمة، وتلويك اللسان بكلمات فارغة المعنى والمضمون على مدار الثانية، هؤلاء المعنيون بالكلام لا تبهرهم روعة الصمت ولا يقيمون للسكات وزنا. لنتابع معا هذا المقال. الصمت فضيلة، بلاغة تخفى عمن لا يملكون هوايات تفوق الثرثرة متعة وقيمة، وتلويك اللسان بكلمات فارغة المعنى والمضمون على مدار الثانية، هؤلاء المعنيون بالكلام لا تبهرهم روعة الصمت ولا يقيمون للسكات وزنا. هناك كلمات لا تؤدي المعنى ولا يصل منها أي إحساس إلى الطرف الآخر، وهناك رسائل ضمنية خلف المواقف ووسط السطور نبعث بها إلى من حولنا دون أن تصلهم، فتضيع هيبة المشهد وتتناثر الرسائل بلا جدوى.
حين لا يفهم من نرسل لهم برسائلنا ماهية الغرض الحقيقي من الكلمات المغلفة بالخجل والحرج. هنا يصبح خيار الصمت عوضاً عن الدخول في مجادلات راحة نفسية من جهد عقلي وبدني وضياع وقت يفوق التصور لما يبذل للشرح والتفسير وتقديم التبريرات. تطويع الكلمات تارة ولي ذراعها بل وربما عنقها تارة أخرى يزعجان من يملك الحق لكن ربما غاب عنه الكلام المعسول وكان غيره ألحن منه فملك دفة الحوار بغير حق. وهؤلاء حولنا في كل مكان وعلى جميع الأصعدة وكافة المستويات، لا يخلو منهم مجال في نطاق العمل، الدراسة، الجيران، وعلى صعيد العلاقات نجد هذه النماذج تتسيد بعض المواقف بصورة مغزية فقط لأنها تجيد اللعب بالألفاظ وربما المكر وضرب الأسافين وتضليل الغير. لكن في صعيد العلاقات الزوجية والأسرية فالرابح ليس هو الطرف الأضعف، لكنه الطرف الذي قرر غض البصر عن الأخطاء حتى تلك التي تظهر كوضوح قرص الشمس ساعة الشروق. طرف قرر التغاضي الجميل وأن يتسلح ببلاغة الصمت حتى لا ينزلق في حديث يخسر معه حبيباً أو قريباً. بإرادته الحرة اختار الرفض الصامت المفسر جهلاً على أنه رضاً بالأمر الواقع بدلاً من البوح الغاضب وإن كان على حق خشية خسارة الآخر. ختام حلقتنا لليوم مشاهدينا، أشكركم على حسن وكرم المتابعة، إلى اللقاء.